يقول مواصلة الانتصارات يتطلب الحسم المبكر في مباريات من هذا النوع، وسنعاني في النهاية يوم السبت القادم سيواجه معاذر في استاد الخور. بينما دي قطر الكرة توصل يوم الجمعة القادم. لا تنسوا أن الليلة لدينا طبعا في هذا التوقيت تلعب مباراة العرب، فرص بالهجمات بصواعق للأمانة هجومية متكررة على الخريطيات ونالوا خطيات ونادي الاهلي 1-1 القسم الاول للموسم الماضي، 2-2 القسم الثاني، 1-1 يعني التعادلات مستمره. لكن ما يميز لقاءات اللي يتواجه فيها نادي الاهلي مع نادي الخريطيات او الخريطيات مع الاهلي، دائما ما نشاهد النتيجه ما تكون او نشاهد الاهداف تكون حاضره في 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 هذه المباراه او في هذه 1-1. ومن ثم الخور خسر من امامه في تلك المباراه، مباراه التحول أول بالنسبة لنادي الأهلي بعد الخسارة من نادي الخور بنتيجة 1-3 تلك المباراة الحقيقة اللي الأمور لا تزال في تعادل ما بين الفريقين، لا أهداف، لم نشاهد أي هدف كما قلنا في مواجهة أو في هذه المواجهة. لكن حديثنا طبعا دائما بأن مواجهاتهم دائما ما تشعر. عبد الله لموبيلي، مشي كرة الأمام لكنها عادت مرة أخرى لمصلحة الخريطيات، وأيضا مبعدة من أمام إريك، حاول مشعلي مشيها مرة أخرى، لمسة موجودة وعرضية حلوة داخل منطقة الجزاء. أوه هنا سيد عدنان يستلم يحاول في نواحي هجومية لكن صافرة وخطأ. أحمد العجاني، بينما تتكلم عن التشكيلة الحاضرة بالنسبة لفريق الخريطيات اليوم، نشاهد اسم خليفة العماري، هكذا خليفة الدوسري يلعب كرة طويلة، محمد في انطلاقة من الجهة اليسار لكن الكرة تتحول إلى الركن الوحيد مقابل لا شيء. بينما تتكلم عن الشحانية واللي قدم مستويات يعني حقيقة لفت الانتباه إليها كل الجميع حقيقة والكل تهاوية، وهذه واحدة من جانب نبيل أنور يلعبها لمعاذ، ومعاذ يرسل كرة عرضية خطيرة جدا لكن الكرة تتخلص، تتخلص من جانب إيريك، أبعدها الأسترالي ديبا، وانور ديبا يلعب كره لمصلحه إيريك، وإيريك يتقدم وكره واصل الامام لكن هنا كره فيها صافره، وبالتالي كره معها الفاول الكبيره بثلاث اهداف مقابل هدف كان امام حامل اللقب الريان، وبعدها ايضا خسر امامها مصلال وحلوه لكن هنا كره بتلعب الى خارج الملعب الى ركله. هذا احمد العجلاني، احمد العجلاني مدرب البلديات تالي انقاذ ما يمكن انقاذه مع فريق الخريطيات. عبد الله خالد توصل اماميه ملعوبه بعدها كره فيها خطا. سعود اضاف الى بالرابح في دكه البدلاء في خياره المدرب الجديد السيد احمد العجلاني الذي ياتي للاشراف على الخريطيات في مباراه اليوم، في حين توفيق قضية الستة في الغالب أن الفريق الذي يتصدر في القسم الأول هو بطل دوري النجوم، لهذا يسعى الجيش إلى أن يبقي الفارق النقطي الكبير بينه وبين الخريطيات. نعم يتحرك لإجراء تبديل في هذه الأثناء، كرة ملعوبة في وسط الملعب على طول، مثناني مثناني مرر الكرة في وسط الميدان، ما تملك إلا 3 و4 نقاط في خلال في خضم 8 جولات من مسابقة الدوري، ما الذي تبقى؟ لم يتبقى الكثير في مسابقة الدوري، أنت أمامك 5 مباريات تقريبا. محمد عبد الله مثناني مرر الكرة، ترجع مرة ثانية لصالح نادي الجيش ولصالح مثناني، مثناني وقوع لكن ما فيها مخالفة. أبو بكر، أبو بكر يلعب الكرة إلى الصنهاجي، حاول يعدي الصنهاجي، الكرة من الصنهاجي مقطوعة لخارج أرضية الملعب إلى الأوتر، نفس الشيء من أول دقيقة إلى هذه اللحظة، ما في شيء متغير، أنه الجيش هو اللي هاجم، أنه الخريطيات هو اللي دافع،
جوميز، محمد مدثر، مصطفى عبد الحميد، باوليو، ايفاليو، عبد الرؤوف حسين، مرغن الزين، سياف الكروبي، راؤول لوي، مبارك كابينية الأولى في الدوري، أحمد العجلاني التونسي، الرجل الذي يستهل مهامه بجانب الإخريطيات بدلا غريبة من عبد الرؤوف حسين. كرة تلعب عالية موجودة وسط الملعب، كرة تلعب الثانية، لكن يريد بأن يواصل المشوار مع الكبار في الموسم القادم، بل أنه ربما يذهب بعد ذلك بعيدا، لأن للأمانة وعليه الآن في بطولة الدوري قياسا إلى الأداء وقياسا إلى أداء بقية الفرق المتواجدة في بطولة الدوري، لكن هل يستمر؟ هذا ما نتمناه بطبيعة الحال. مقابل هدف في حياة كيبيه، حكم المباراة 26 سنة، أدار في بداية هذا الموسم مباراة لنادي الريان، انتهت بفوز الأخوية على الريان في بطولة السوبر بهدفين مقابل لقاء. مقيم الحكام هو السيد عبد الله البلوشي، بينما يجلس سعود العذبح كحكما اضافيا اول خلف مرمى نادي الخور اللي باللون الازرق، وفي الجانب المقابل خلف مرمى نادي، بالاضافه الى اللاعب الاخر ايضا. في تشكيله الفريق، بينما الخور ببابا جبريل، مصعب محمود، عبد الرحمن قاطل الوحيد بالنسبه لنادي الخور بهدف ماديسون من ركله جزاء، وفي الجانب المقابل فان نادي الاخريطيات حقق انتصاره الوحيد في الجوله نعلم تماما الى منافسات بطوله دوري نجوم قطر، وهو الفريق الذي لم يهبط، الفريق الذي لم يهبط منذ ان صعد، لم يهبط، لم يعد الى ادراجه، لم يعد الى الدرجه الثانيه، يسجل حضور. لكن الفريقين اللي امامنا كلا الفريقين برصيد 3 نقاط، لذلك المباراه فيها من التكافؤ الكثير، ليس قياسا على اداء الفريقين في هذا الموسم، لكن ايضا قياسا على اداء الفريقين في المواسم الماضيه، وقياسا على نتائج الفريقين الخمس الاخيره في المباريات التي جمعت ما بينهم اخر 5 مباريات للعوده الى دوري نجوم قطر. لكن الاسماء المهدده بالهبوط حقيقه هذا الموسم، اذا ما كنا نتحدث عن 4 مقاعد. 오늘 날카로운 모습을 보여주려고 하고 있습니다. 두 팀 모두 초반 양상이지만 좀 빠른 경기 운영을 하고 있는 거죠. 네. 두 팀 모두 역습이 뺏기면 바로 역습으로 전개시키는 모습이 굉장히 보기. 김평래죠. 김평래. 지금 맞고 튀어나옵니다. 오른발 강하게 슈팅을 때렸고 다시 한번 김영욱 쪽으로 넘겨주는데 로페즈가 먼저 볼을 저지를 했습니다. 볼을 따내고 이호승 골키퍼가 지난 1라운드 이후에 오랜만에 다시 에스파 추천을 하고 있고. 그리스도 오늘 중앙 쪽에서 뒷대기 좀 지켜줘야 되는 상황입니다. 중앙 쪽으로 뛰어서 넘겨줍니다. 높이 해서 끝입니다. 헤디. 그리고 전체적으로 조금 더 위험 지역으로 올라왔다는 말을 드리죠. 네. 양준하 선수입니다. 자, 중앙 쪽 김평대. 천천히 끌고 들어가 다시 양준하 선수가 어쨌든 좀 무게 좀 풀어줘야 되는 그런. 팬들이 봤을 때 굉장히 좀 처음 들어보는 이름들이 굉장히 많은 것 같아요. 네. 그런 부분에서 이 두 팀이 이제 또 전국은 이제 체력적인 부분 때문에 선수 운영이 많이 있고 전남은 지금 상황이. 김희건 주심에 B3 울렸습니다. 진영이 밖에서 후반전이 시작이 됐습니다. 홈팀인 전남이 왼쪽에서 오른쪽, 원정팀 흰색 유니폼의 전북이 오른쪽에서 왼쪽으로 공격을 펼치겠습니다. 뛰는 선수도 지칠 수 있기 때문에 그런 부분 상대 진영이 갔을 때 좀 더 풀어나갈 때보다 더 집중을 해서 또 세밀하게 했으면 좋겠습니다. 네. 이쪽에서 바람을 타고 가속도가 붙는 상황이 오기 때문에 그런 부분을 많이 생각을 해야 돼요. 네, 이주영이 따라붙는데요. 김평래가 함께 쓰러졌고 파틀로와 경합을 펼쳤습니다. 중앙으로 풀다나오고 루이스 잡기 직전 김영호. 대로 시간이 많기 때문에 그런 부분을 끝까지 생각을 해야 돼요. 하지만 지금 와서 수비 진영으로 가면은 전북의 공격력이 굉장히 좋아요. 네. 그렇지 않고 지금 해온 대로 저들 쪽은 공격을 하면서 상대를 괴롭혀야 된다. 네, 안면 색깔은 조금 이제 굳어져 있는 그런 모습을 가고 있는데요. 헤디 흘러나왔습니다. 전북이 과연 또 어떻게 동점골을 만들어낼 수 있을지요? 새로운 선수들을 일단 올리지 않았습니다. 슬쩍 뒤로 내주면서 전체적으로 분위기가 상승됩니다. 공격적으로 가고 있습니다. 양준하입니다. 자, 양준하 밀고 들어갑니다. 오, 자, 양준하 뒤로 컴백. 슛! 이게 골이
권순태가